وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية. سعادة الشيخة منيرة، نبارك لكم حقيقة تدشين دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية، ويعني هل من الممكن أن تعرفينا أكثر على البرنامج والهدف من انعقاده وأهم المخرجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حابين أولا نمسي عليكم بالخير ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. حقيقة سعدنا اليوم بإطلاق برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية برعاية كريمة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. هذا البرنامج يأتي ليرسخ فكرة نراها احنا في الأكاديمية مهمة جدا، وهي أن الدبلوماسية اليوم ما تقتصر على ما يمكن أن احنا نسميه العمل الدبلوماسي التقليدي. احنا نشوف الدبلوماسية مفهوم شامل متفرع يتطلب نظرة يعني متكاملة للعمل الدبلوماسي. فالدبلوماسية اليوم تشمل جوانب متعددة كالثقافة، الاقتصاد، السياحة، كالإعلام وغيرها من المفاهيم. ونعتبر أيضا هذا البرنامج امتداد لعدد من المبادرات الأكاديمية اللي تصب في المفهوم الشامل للدبلوماسية. ونرى أيضا أن الدبلوماسية البرلمانية مكانة خاصة في هذا المنظور الشامل، ولهذا طرحنا هذا البرنامج اللي نهدف من خلاله إلى تعزيز الشراكة بين السلطة التشريعية وبين وزارة الخارجية. نهدف أيضا من خلاله استعراض سياسة مملكة البحرين الخارجية، أهدافها الوطنية، أهم أولوياتها، مستجداتها. البرنامج يمتد على فترة 5 أسابيع ويعقد مرئيا، وأيضا احنا سعيدين جدا بمشاركة 36 من أصحاب السعادة النواب في البرنامج. وأحب أيضا من هذا المنبر أن أوجه خالص الشكر لأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب. نعم. على اهتمامهم البالغ بالمشاركة في هذا البرنامج، على حرصهم ومشاركتهم الفعالة اليوم. نعم الشيخ منيرة، إذا يعني لو تطلعين أكثر يعني على أوجه التعاون حقيقة المشترك بين الوزارة ومجلس النواب. مثل ما تفضلت به معالي رئيسة مجلس النواب اليوم، العلاقة بين العمل الدبلوماسي اللي تقوم به وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي البرلماني تعد علاقة تشاركية وتكاملية. ولهذا بعد أعرض سعادة وزير الخارجية في كلمته عن الأهمية اللي توليها الوزارة لتأسيس هذه الشراكة الوثيقة. وحقيقة نحن دائما نسعى لتطوير هذه الشراكة وتوسيع أطرها والبناء عليها. وبرنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية هي ترجمة فعلية لهذه الأهمية اللي توليها وزارة الخارجية للعلاقة التعاونية مع السلطة التشريعية. نعم سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، شكرا جزيلا لك.